دعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. مريم فارس توقف حفلها في موسم الرياض لسبب إنساني. لحظة، في أحد مصاب؟ إسعاف، ممكن إسعاف؟ في أحد متضايق بين الجمهور؟ بليز. قامت الفنانة اللبنانية مريم فارس بلفتة إنسانية تجاه أحد جماهير حفلها في موسم الرياض والذي أصيب بنوبة قلبية، وطلبت مريم إيقاف الحفل وطلب الإسعاف له، حيث بدت متأثرة بالموقف حيث لم تستطع التحكم في دموعها التي غلبتها أثناء ترحيبها بالجمهور السعودي. مريم أبدت سعادتها سعادة كبيرة لغنائها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث قالت: حلم عن جد حلم، كنت طول عمري أحلم أني أقف على خشبة مسرح وأحيي حفل جماهيري بالسعودية، وهذا كله بفضل ولي العهد محمد بن سلمان، يلي عم نشكره على هذا الإصدار والتطور الذي تشهده المنطقة يوم بعد يوم. وبوجه الشكر وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي الشيخ، وراح أسميه عراب الفن بالوطن العربي.